أنا بس أكبر بدي تصير شيف وأطبخ أكل طيب لح أعمل بالكويزين لبنات. أنا بس أكبر بدي أعمل حكيم وحكيم كل الأولاد الصغار. بس تصير كبيرة بدي أنا كمان صير شيف وأطبخ كل أنواع الأكلات بريستوران كبير على شط البحر. لما صير كبيرة بدي أكون بيدياتا أقدر حكيم الأولاد. أنا بحلم يصير عنا كهرباء 24/24. لما أكبر بدي أعمل دكتورة حتى أساعد كل المسنين، لأنه أمي كمان معلمة وأنا بحب أمي معلمة. بحب أغير بالمدرسة إنه ما بقى الولاد يعيطوا بالمدرسة. بدي أعلمهم كتير أشياء في راسي وقراب. بدي أعلمهم كيف يحبوا لبنان. نحن كمان كنا صغار وحلمنا مثلهم، ولكن للأسف أعطينا فرص لأشخاص كسروا لنا أحلامنا ودمروا بلدنا. وبـ15 أيار رح نقول خلص دمرتونا كفايه.